چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانی کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. سيدتنا الطاهرة فاطمة بنت أسد، أسد بن هاشم، وهي أول هاشمية تقترن بهاشمي، تزوجها سيدنا أبو طالب ابن عمها، وأول من اجتمع في نسلهما نسل هاشم، في أولادهما نسل هاشم، هما أبو طالب وفاطمة بنت أسد صلوات الله عليهما. ولعل أول ما بلغنا عنها هو خطبة أبي طالب لها، حيث جاء في خطبته: الحمد لله رب العالمين، رب العرش العظيم والمقام الكريم والمشعر والحطيم، الذي اصطفانا أعلاما وسدنة وعرفاء خلصاء وحجبة بهاليل، أطهارا من الخنا والريب والأذى والعيب، وأقام لنا المشاعر وفضلنا على العشائر، نخب آل إبراهيم وصفوته وزرع إسماعيل، ثم قال: وقد تزوجت فاطمة بنت أسد وسقت المهر ونفذت الأمر، فاسألوه واشهدوا. فقال أسد أبوها: زوجناك ورضينا بك، ثم أطعم الناس. أبو طالب عليه الرحمة سلام الله عليه لم يقترن إلا بفاطمة بنت أسد، بعد ذلك أنجبت له أربعة أولاد، أربعة أبناء وبنتا واحدة. البنت الواحدة هي المعروفة بأم هاني. الأبناء الكرام الأربعة: طالب وعقيل وجعفر وعلي سلام الله عليهم. This lady, she was a muwahhida, a believer in Allah subhanahu wa ta'ala, even before Islam. The Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says about himself that none of my ancestors were ever mushrikeen. From Adam alayhi salam all the way to my father Abdullah, all of them are believers, muwahhideen. The same thing applies to Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. Also, all his ancestors, both parents, fathers and mothers, up to Adam and Hawa, were all believers in Allah subhanahu wa ta'ala. هي التي احتضنت النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة أمه، وكانت تهتم بالنبي أكثر من اهتمامها بأولادها. لماذا؟ لم يكن هذا عن عاطفة، وإنما هذا عن إيمان أن النبي هو الذي يكون نبي الأمة. قال يزيد بن قعنب: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزة بإزاء بيت الله الحرام،
إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام وكانت حاملا به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق فقالت أي ربي إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسول وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته وإني مصدقة بكلامك وكلام جدي إبراهيم الخليل وقد بنى بيتك العتيق فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذا المولود الذي في أحشائي إلا يسرت علي ولادتي. Upon completing this dua, the wall of the Kaaba were split open. Fatima عليها السلام went inside and the doors were shut closed. Quraysh went into a shock. What just happened? They went to Abu Talib. They said, we just observed this. What's going on? Abu Talib came. They tried to unlock the gate of the Kaaba. It would not unlock. So Abu Talib then said, this is Amrullah. This is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So leave it. Leave her. She stays in the Kaaba for 3 days. Her food comes from Jannah. Her water comes from Jannah. And then she comes back after 3 days, the walls open, and she walks out with Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayh. The Prophet sallallahu alayhi wa alayhi was heard saying, وُلِدَ لَنَا الْيَوْمَ مَوْلُودٍ. Today we have the birth of a child whom Allah will open the gates of mercy upon us through him. قال الشيخ الصدوق في أماليه عن عبد الله بن عباس قال أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وآله باكيا فقال علي يا رسول الله ماتت أمي فاطمة بنت أسد فبكى النبي صلى الله عليه وآله ثم قال رحم الله أمك يا علي أما إنها كانت لك أما فقد كانت لي أما خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ومر النساء فليحسن غسلها ولا تخرجها حتى أجيء فألي أمرها وأقبل النبي صلى الله عليه وآله بعد ساعة وأخرجت فاطمة بنت أسد أم علي عليه السلام فصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله صلاة لم يصلي على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ثم كبر عليها 40 تكبيرة ثم دخل إلى القبر فتمدد فيه فلم يسمع له أنين ولا حركة ثم خرج من قبرها وحثى عليها حثيات فقام إليه عمار بن ياسر فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله لقد صليت عليها صلاة لم تصلي على أحد قبلها مثل تلك الصلاة فقال يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي مني لقد كان لها من أبي طالب ولد كثير ولقد كان خيرهم كثيرا وكان خيرنا قليلا فكانت تشبعني وتجيعهم وتكسوني وتعريهم وتدهنني وتشعثهم قال فلما كبرت عليها 40 تكبيرة يا رسول الله قال نعم يا عمار التفت عن يميني فنظرت إلى 40 صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة قال فتمددك في القبر لم يسمع لك أنين ولا حركة قال إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة ولم أزل أطلب من ربي أن يبعثها ستيرة والذي نفس محمد بيده ما خرجت من قبرها حتى رأيت مصباحين من نور عند رأسها ومصباحين من نور عند يديها ومصباحين من نور عند رجليها وملكيها الموكلين بقبرها يستغفران لها إلى أن تقوم الساعة.
بخشوع سكنا للتي من حولها الكون سجد إنها فاطمة